ايه اللي بقى يعني قطع الطريق على التصوف؟ يعني احنا حتى مثلا وكنا بنتكلم مع حضرتك انه استحضار عمر بن الفارض مثلا وهو من هو تم من المنشدين، يعني يمكن الشيخ حسين التهامي له فضل كبير جدا في استحضار ابن الفارض، نعم، لكن ايه اللي قطع الطريق؟ شوف التجارب الفردية، أنا أعول على التجارب الفردية، لكن دعنا نحول التجارب الفردية إلى تجارب جماعية. بمعنى أن جمال الغيطاني اشتغل على التصوف. مثلا أنت الآن تضرب مثلا ب الشيخ حسين التهامي. أنا أول مرة أسمع بالشيخ حسين التهامي سنة 79 وأنا أدرس سنة أولى صحافة في كلية الآداب في سوهاج من الدكتور نصر عبد الله. طبعا فدهشت جميعا. فدهشت ان هناك شاعرا شهيرا زي الدكتور نصر عبد الله وفيلسوف واستاذا في الفلسفه بقول له انا هنلتقي كذا، قال لي لا انا في المولد وانا لازم اسمع الشيخ ياسين التهامي. قلت له مين ياسين التهامي؟ ودهشت ان في استاذ فلسفه. قال لي لا انت لازم تيجي. قلت له لا مش رايح. فطبعا هو الدكتور نصر من اسيوط، من البداري، عمه ممتاز نصار المعارض الشهير زمان. ففكره انه شخص مثل شيخ ياسين التهامي جعل الناس تحب التصوف وهي لا تفقه لغته، لكن انا مع الحدس ومع الحس. يعني الشعر بشكل عام يحدث به ويحس، ولكن ليس مطلوبا منك ان تفهم القصيده لكن ان تحسها. فاظن ان الملايين الذين استمعوا او انصتوا الى الشيخ ياسين التهامي في الصعيد اولا، ثم بعد ذلك في القاهره وواجه بحر وفي العالم بعد كده، بعد ذلك انا طبعا شفت له يعني في حاجات في باريس وفي امريكا وفي كذا، يعني هو يدعى في كل مكان، وهناك رسائل ماجستير ودكتوراه انت متخصص فيه اكثر مني. فهذه التجارب الفردية ينبغي هي التي أن نعول عليها. يعني مثلا تجربة يوسف زيدان مع التصوف، هذه تجارب.